أصدقائي، كما كتشوفوا معنا نزول أمطار غزيرة خاص اليوم الجمعة في طنجة. اللهم بارك، كما كتشوفوا شوف تبارك الله. واو 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 واو، عاصفة رعدية اللي دازت قبل قليل خاص في هذا المكان اللي تشاهدوا معنا في الشاشة. لعلكم هو تبعوا هذا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، ساعدونا باش نوصلوا 1000 مشترك. وهاد الأمطار غزيرة ديال الخير مستمرة باقي اليوم. إذا طنجة شفشاون تيقوان الشمال فيه عاصفة رعدية وأمطار غزيرة، وهاد الشتاء بعد أيام قليلة جدا اللي دازت وها الشتا جات من جديد ومجهدة. باش نكونو واضحين، هاد الشتا مجهدة. إذا هاد الشتا ديال اليوم الجمعة أقوى من الشتا ديال الأربعاء، اللهم بارك. إذا اش غادي نقول لكم، أجواء ممتعة، أجواء ممطرة خاص في طنجة، ونتمنى المزيد التشجيع ديالكم والبارطاج ديالكم باش نستمروا دائما في الجديد. وربما كان الفيضان في طنجة، غادي نحاولوا نصوروا لكم أودية إن شاء الله والسيول خاص في طنجة. شكرا لكم على المشاهدة، شكرا لكم على الدعم ديالكم. طنجة المغرب.